معلومة جميلة تسامحية إنسانية سريعة جدا. وجدت إن في كندا في وزارة الخارجية الكندية تدرب السفراء الكنديين على الافتخار بالتنوع الكندي، يعني اعتبار كندا هي أكبر بلاد التسامح في العالم، وبيعتبروا إن التسامح قيمة إنسانية حضارية. كما تعلمون كندا فيها 200 أقلية مرئية، يعني بعينك في الشارع تقدر تميز اللي أصله هندي واللي أصله أسيوي واللي أصله عربي. وزير الدفاع مثلا تجده لابس العمة السيخية. فهذا الافتخار بهذا التنوع يعتبر عند الكنديين مصدر فخر وقوة. نحن دولة عندنا مسلمين، مسيحيين، كاثوليك، بهائيين، يعني خلاط ضخم جدا من التنوع البشري والغني. تحولته الخارجية الكندية إلى مصدر افتخار للسفراء الكنديين عندما يتكلمون عن كندا. وفي بعض الفلاسفة الآن بيقول إن أرقى أنظمة التسامح الآن هي كندا. طب يا ترى احنا كعرب احنا مفتخرين بتنوعنا؟ انا فخور ان عندنا اكراد ولا عندنا مسيحيين والى اخره، ولا احنا بنخاف من هذا التنوع؟ اعتقد الدول القويه تفخر بتنوعها وتعددها الثقافي. فهذا مسار جميل، نتمنى نحصل كندا في هذا المسار، وشاكر لوقتكم.